محاولات خراج لاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. الماتش كان زوين، اللعابه لعبوا داروا اللي عليهم، عندنا مدرب زوين، عندنا فرقه زوينه. المنتخب الكرواتي هو منتخب صعيب، ولكن تقاتلوا وداروا اللي في جهدهم، وان شاء الله يكون خير في المباريات القادمه، ونعولوا عليه ان شاء الله في كاس افريقيا. الا ما عندناش كاس افريقيا راه والو، راه المهم ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. دابا هذه المره هذه اعتمدنا على المدرب المحلي، ولد البلاد كيعطي اللعابه، كيعطيهم الثقه، كيعطيهم الروح اللي ما يعطاش لهم واحد اخر بحال خليل وزيتش واللعابه الاخر والمدربين الاخرين اللي كانوا دازوا. بالنسبه للماتش كان يعني الدراري خدموا مجهودات تاعهم مزيان، برغم المجهودات ان شاء الله تنال الفينال وشرف العرب والافارقه كاملين، وان شاء الله كنتمنوا في المونديال الجاي نتقالوا علاش لا. وكنقولوا لراس لافوكا زعما المدرب الركراكي، شكرا على المجهودات كلشي اللي قدم، والدراري كاملين لعبوا مزيان وتقاتلوا. وكنتمنوا ان شاء الله كما قلت في المونديال الجاي ان شاء الله نتوفقوا ونتأهلوا علاش لا. هذا كاين غير المنتخب المغربي، منتخب زعما الا غير المستوى الزريات الشامبيونا نفرحاس نفرحاس مزيان، نراتي اي واصل اي كمل المشوار نص راه ديال ربي الخير. كاس افريقيا راه تيتناول العمل ان شاء الله، ولا حتى كاس العالم اللي ديوش كان ان شاء الله. اللعابه لعبوا اللي عليهم، تبعوا الخطه اللي قال لهم، غادي يكون قال عليهم السير الكراكي. حنا فخورين بهم، والاشعاع اللي داروا المغرب راه ما شاء الله عليهم، تبارك الله عليهم اون جينيرال، فهمتي؟ خما ربحات المغرب ماشي مشكل، لعبنا مزيان وصلنا للمربع الذهبي، ولكن لعبنا مزيان مزيان. كنشجع السير الكراكي وكنشجع كلشي اللعابه، ولعبوا هما مزيان وتبارك الله عليهم. سيدي رانتشكر المنتخب بزاف بزاف، هادي كانتي وكاس نسنا رانتشكر بزاف، ما ديما تنشجع بزاف. برافو برافو فلازن، زعما المليح هاد اللي دوكا نزيدو كلشي المبادرات كلشي زرين، هذا رانتشكر مزيان 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 بزاف، رانتشكر فرحان بزاف الحمد لله غادي ننجح كلشي زعما الا. بالنسبه لهاد المقابله ما عندنا ما نقولوا فيها، حيتاش داروا جهدهم الكامل، وكان كما كنشوفوا المنتخب المغربي شرفنا. المهم كنتمناو يعطي المزيد في المونديال الجاي ويدي كاس امم افريقيا. الله يسهل عليهم وشكرا حيت فرحشونا وحنا ما كننساوش الخير. هاني جيت سعداء بهذا التاريخ ديالنا واللي درناه، والمنتخب ديالنا كما شفتوا راه فرحنا واخا هذا الخساره، كنا طامحين اننا نجيبوا المركز الثالث، ولكن ربي قدر الله وما شاء، حنا فرحانين بهم. وحنا راس لافوكا اللي هو المدرب ديالنا راه فرحنا ومفتخرين بلي جون كاملين، الدراري كاملين راه حنا فرحانين بهم، وان شاء الله حد اوفر في المونديال الجاي ان شاء الله. المهم فرحانين بهذا الشيء اللي دار المغرب، طلعونا النصف، هذا الشيء راه ما كناش متوقعين انه كنا لاعبين. صافي رساله للمنتخب، الله يفرحكم كما فرحتونا، وديما بونو وناحي. المنتخب الكرواتي على الجوله الاولى ممتاز ممتاز في هذه الاطلاله.